عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة هذه غادي نعطيوا الإخوان بعض الأرقام صادمة لعل الشعب الجزائري أنه يستفيق، خاصة من خرجت مجلة الشروق شنو قالت. ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون لأجل العفو الدبلوماسي. غادي نشوفوا شكون اللي كيتودد للآخر، وغادي نعطي بعض الأرقام صادمة ودلائل دامغة بأن الانتخابات الجزائرية كانت مزورة، وأن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ساهد بشكل كبير باش أن عبد المجيد تبون أنه يحصل على ولاية ثانية. غير بقاو معايا الله يعطيكم السر، غادي نعطي الدلائل دامغة وغادي نعطيها بالأرقام باش نبينوا بأن هذا النظام هذا يستحمر الشعب الجزائري. هنا غادي نمشيو للصحيفة ديال لوبينيو، كان درت واحد الارتيكل، وحنا كنعرفوا بانها صديقة ديال عبد المجيد تبون اللي خدات المصادر، قال لك سيدي من صناع القرار الفرنسي. الا كانت جريدة الشروق كتقول لك ماكرون يتودد الى الرئيس تبون لاجل العفو الدبلوماسي، انا هنا حرلي العجب. هذا اول مرة كنسمع هذا المصطلح ديال العفو الدبلوماسي. لكن أن باش تخرج الشروق وتقول لك بأن ماكرون يتودد إلى عبد المجيد تبون، السؤال المطروح اللي غادي نطرحه على الإخوان هنا، علاش فرنسا فرضت ضرائب إضافية على البضائع الموجهة إلى الجزائر؟ إذن منين الآن كيجي الشروق وكتقول لك بأن ماكرون يتودد إلى تبون، ما غاديش تفرض هاد الضرائب. إذن هذه هي الحقيقة، ولكن أن باش أن الشروق تخرج فهي كتكذب، ولكن كما قلت لكم هذه هي الحقيقة. فهذا يدل على التبرديع للشعب الجزائري. إذن إلى مشينا لفرنسا الإخوان هنا الآن، أنا شنا بأنك تتعامل مع النظام الجزائري من خلال ثلاث محاور: أولا المناورة، ثم التعالي، ثم الابتزاز. جوج ديال الأحداث اللي شتو الإخوان وقعت خلال الانتخابات. الجزائر شنو غادي دير؟ غادي ترسل الفيول إلى لبنان، وخرجت أخبار ومصادر تقول بأن النظام الجزائري توصل، سمعوا مزيان، بأمر من فرنسا بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية. هات الصفقة هذه تثبت جوج ديال الأهداف: أولا لكبح نتنياهو باش ان ما تنوضش ما تشعلش شي حاجه في المنطقه، باش ما تنوضش التوتره وتنوض شي حاجه في المنطقه. ثانيا باش ان لبنان ما تطيحش بشكل مطلق. بالمقابل غادي يخرجوا وغادي يعترفوا بالانتخابات اللي وقعت بالديار الجزائريه، وراه شفنا يوم 7 بالضبط مباشره لغد الصباح شنو وقع. غادي يخرج الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماشي أنه غادي تبون مباشرة، غادي يرسل رسالة للنظام الجزائري باش أنه يقول له احنا رحنا معاكم وغادي نحاول قدر الإمكان أننا نتعاون معكم بالخصوص في المجال الأمني. ناضوا هما وراكم شتوا هما راهم بهلوا وطبلوا وا 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 بان اول دوله غادي تعترف بالانتخابات هي الولايات المتحده الامريكيه. هذا الشيء كامل يتبين بان النظام الجزائري شرى الشرعيه الدوليه. نزيدوا الاخوان باش نفندوا الاكاذيب ديال هاد الناس هادو، غادي نمشيو لجريده لوبينيو. حنا كنعرفوها بانها معروفه بالعلاقه ديالها مع المؤسسه الامنيه بفرنسا ومقربه من الجزائر، وهي اللي عقلتو انها كان دارت اول لقاء صحفي مع عبد المجيد تبون. معناه ان النظام الجزائري والدوله العميقه بالجزائر كان دائما انك تحاول انها تحافظ على عبد المجيد تبون. هذا هو اللي خلى انها صفتت الادوات ديالها الغير مباشره لجريده لوبينيو. دابا نفس الجريده يعني لوبينيو شنو دارت؟
درت مقال وغادي تقول من مصادر موثوقة فرنسية مقربة أن نسبة الانتخابات ونسبة التصويت كانت أقل من 10%، وهذه هي الحقيقة اللي خص الدباب الإلكتروني الجزائري أنه يعرفها. هنا غادي نحاول أننا نديروا واحد المقارنة. هنا سيدي بغينا نطرحوا السؤال، أين هي الشرعية ديال هذا النظام هذا اللي صرح بأن نسبة 48% معدل نسبة المشاركة وليست نسبة المشاركة؟ وتجي دابا صحيفة لوبينيو كتقول لك من مصادر موثوقة من صناع القرار بفرنسا وتقول لك أقل من 10%. إذن أين هي الشرعية لكريديبيليتي أمام المجتمع الدولي؟ هنا اللي قلت لكم غادي نمشي بواحد الأرقام صادمة. هنا اللي عقلتو من خلال نهار 7 سبتمبر على 5 مساء غادي يقول لك بأن نسبة الانتخابات كانت 16%، من بعد 10 دقائق شنو غادي يوقع؟ غادي يوصلوها ل 26%. لنفترض أسيدي أن مع 5 العشية كانت 26%، وخاصهم أن يسدوا مع 8 ديال العشية، يعني 3 ديال الساعات في 58 ولاية بالجزائر. كانت تقريبا أكثر من 60,000 مكتب، وتبعوا معايا مزيان الأرقام باش نفتحوا هاد الناس ديال الاقتراع. لنفترض في كل مكتب كاين الصف، إذا كاين طابور، وحنا كنعرفوا الطوابير ديال الانتخابات تكون طويلة وطويلة بزاف. شحال غادي تعطي لكل مصوت ديال الوقت باش أنه يدخل ويقلبوا عليه في اللائحة وياخذ الأوراق ويدخل ديك البلاصة اللي كيديروا فيها لونفولوب أنه باش يصوت على من ما بغى، ويخرج ويدير الصبع الزرق ديالو ويخرج. على الأقل خصو أكثر من 5 دقائق. إذا تبعوا معايا الأحداث الإخوان. هنا دابا أننا غادي نحاولوا أننا نقسموا 3 ديال السوايع، 180 دقيقة على 5 ديال الدقائق اللي غادي نعطيوها لكل مترشح أنه باش يدلي بالصوت ديالو. شحال غادي أنها تعطيك؟ وضربها على 60 مكتب ديال الاقتراع، ما غاديش تعطيك أكثر من 2 ديال المليون ديال البشر اللي غادي يصوتوا في 3 ديال السوايع. إذا فهمتوا القضية الإخوان؟ كل شيء كان مطبوخ، دخلها فيها الولايات المتحدة الأمريكية، دخلها فيها فرنسا، شنقريحة، وزيد وزيد المؤسسة العسكرية، بأنهم كانوا باغيين صحة وتبرديع للشعب الجزائري بأن عبد المجيد تبون أنه يأخذ ولاية ثانية، ويجي وكيهضر وكيهضروا منهم بعض ممثلي الأحزاب منهم كوجيل عباد الله اللي خرج في لقاء صحفي كيقول لك الانتخابات نزيهة والدستور كيخول لكل فرد جزائري أنه يصوت بطريقة اختيارية وليس واجب على أي مترشح بطريقة ديمقراطية. وفي الأخر أنهم كيقولوا واحد المصطلح غريب أمر هاد الناس، مصطلح الاستمرارية السيكوجيل. إذن مصطلح الاستمرارية شنو كتعني به؟ بأن عبد المجيد تبون، أيها الشعب الجزائري حاولوا أنكم تصوتوا على عبد المجيد تبون، هذه الاستمرارية. وزيد كذلك بن قرينة ذاك طب العسكر واوا. إذن كل شيء كان مطبوخا أيها الإخوان، باش نكونوا واضحين. إذن هذه الحلقة اللي بغيت أنني نتقاسمها معكم. وهنا بلاني فوتني أنني بعض الإخوان اللي كيناظروا الدباب الإلكتروني الجزائري، راه كاين هذا الكتاب متواجد في المكتبات المغربية لمحمد بن عزوز حكيم. هذا كتاب جميل وجميل جدا، أنكم إلا قريتوه غادي تفهموا، غادي تكونوا تصبحوا ملمين بالملف الذي يخص الصحراء الغربية المغربية الأطلسية. هذا الكتاب سميته السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية، في مجموعة من المراسلات ديال الأعيان ديال الصحراء والحرار للسلاطين ديال المغرب. إلا قريتوا هاد الكتاب هذا، ومن كيجي كيقول لك وعطيوني حرب درتوها مع إسبانيا، هناك مجموعة من الحروب، وتحية للجنود ديالنا الأشاوس، والله يرحم اللي مات بطبيعة الحال. إذا كان معكم الأستاذ أحمد، شكرا لكم، ترقبونا في طلعة أخرى، تحياتي.